واحد من المشكلات الخطيرة اللي بتواجهنا دايما هي ان المستثمرين بيخلطوا ما بين مفهوم الربح المحاسبي والتدفقات النقدية، والسؤال دايما اللي بيوصلنا هو ازاي الشركة تبقى عاملة ارباح ومفيش توزيعات؟ مفيش توزيعات لان مفيش تدفقات نقدية. عشان كده وعشان نوضح للمستثمرين المفهوم دوت، احنا عملنا الكورس ده، كورس التدفقات النقدية. هيكون معاكم في الكورس دوت الدكتور محمد الديب، استاذ المحاسبه مراجع في جامعه اكتوبر العلوم الحديثه والاداب، عضو جمعيه المحاسبين المراجعين المصريه، عضو جمعيه الضرائب المصريه، ماجستير في اساليب التعليم من جامعه جرينتش في انجلترا، وخبره 20 سنه في مجال المحاسبه والمراجعه في كبرى شركات المحاسبه والمراجعه في مصر. هنتعلم مع بعض في الكورس دوت حاجات مهمه جدا، من ضمنها ان احنا هنتكلم في الاول عن ما هي القائمة المالية المطلوبة من الشركات في آخر السنة المالية من كل عام. هنتكلم كمان عن من هم المستفيدون الأساسيون من القائمة المالية، وطبعا هيبقى فيه سبيشال إمفاسيز على قائمة التدفقات النقدية وما هي مكوناتها، وفي نفس الوقت هنتعرض للحالات الخاصة اللي بتقابل المحاسبين في الشركات وازاي يتصرفوا فيها وازاي يبوبوها جوه قائمة التدفقات النقدية. وأخيرا هنتكلم كمان عن حالة عملية، الحالة العملية دي هتوضح لنا ازاي نعد قائمة التدفقات النقدية. كورس التدفقات النقدية كورس مهم جدا لشريحة كبيرة من المستفيدين، منهم المديرين الماليين المهتمين بالتخطيط المالي لشركاتهم، كمان أصحاب الأعمال اللي بيحبوا يتابعوا أعمالهم بنفسهم بدون مساعدة محاسب، خريجين الجدد اللي بيترجتوا شهادات مهنية زي شهادة CFA. يلا بينا نبدأ كورس التدفقات النقدية مع أكاديمية اعمل بزنس.